السلام عليكم وصباح الخير عليكم. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير وتكون احوالكم كلها هي طيبه. اليوم ان شاء الله كما كتشاهدوا معايا غادي نقدم لكم فقاس كيجي اكثر من رائع، خطير بزاف. هذا الفقاس تيجي زوين لا في الشكل ولا في المذاق، مكونات بسيطه، الطريقه سهله بزاف، يعني متاكده ان شاء الله هي غير تشوفوا اليوم هذا الفيديو هذا وغادي تبغيو تجربوه في هذا الويكند، ما غاديش تسناو عليه بزاف. ما غنطولش عليكم وغندوزو نشوفوا المقادير. المقادير اللي هي اقتصاديه كما قلت لكم، غنحتاجو هنايا تقريبا واحد 450 غرام ديال الدقيق، ممكن تزيدوا شويه ممكن تنقصوا. غنحتاجو معاه 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت مع كاس ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملحه، ساشي وحده ديال سكر الفانيليا، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، وغنحتاجو معلقه صغيره ديال الخميره كيماويه. دابا غادي ندوزو نشوفو الطريقه. بالنسبه للطريقه راها بسيطه بزاف كما المقادير، قلت لكم هذا الفقاس راه ما معقدش بزاف، غير غتشوفوه وغتحسوا بديك لونفي انكم غادي تنوضوا وتجربوه حيتاش ما فيهش الخدمه نهائيا. هنايا بالنسبه للطريقه كناخذوا الاناء اللي غنخدموا فيه، انا عندي هنايا قصريه غادي نوضع فيها قبيصه ديال الملحه، حاجه اللي هي ضروريه في جميع انواع الحلويات كما كنقول لكم دائما. غادي نضيفوا عليه البيض وغنضيفوا عليه السكر سنيده وسكر الفانيليا. غادي نخدموا هذه المكونات مزيان، يعني متى نقول لكم نخدموا مزيان خصنا نحسوا ضروري بان داك السكر سنيده داب لينا تماما في البيض. تخدموه بيديكم ولا تخدموه بالطراب اليدوي، المهم هو ان هاد المكونات هادو تخلطوا مزيان والسكر سنيده كيدوب لينا تماما مع البيض. من بعد ما كنخلطهم غادي نضيف كاس ديال الزيت، غادي ندخلو حتى هو معاهم، ثم غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. كمرحله اولى غادي نضيف شويه ديال الدقيق تقريبا نصف الكميه مع الخميره الكيماويه، غادي ندخلها وغادي نبدا من بعد كنضيف غير شويه بشويه. انا في المقادير عطيتكم هنا 450 غرام، ولكن راه دخل ليا تقريبا 450 غرام وزدت عليها تقريبا واحد جوج المعالق كبار عامرين مزيان، ولكن بالنسبه لكم نتوما غادي تحبسوا في 400 غرام وغادي تبداو تضيفوا معلقه بمعلقه. علاش؟ لحقيتاش ما يمكنش تكون يعني الكميه القياس ديال الدقيق ما يمكنش يكون مضبوط لينا كاملنا، يعني ما يمكنش نعطي لكم كميه اللي هي مضبوطه ولا القياس اولا العبار مضبوط. علاش؟ لحقيتاش كيتحكموا فيه بزاف المكونات، كاين الكاس باش عبرتو نتوما، كاين القياس ديال البيض واش كبير ولا صغير، وكاين ايضا النوعيه ديال الدقيق واش كيتشرب ولا ما كيتشربش، يعني باش حنا نتفاداو انه تقصح لينا العجينه ديالنا. نضيفو 400 غرام على دفعات، مثلا جوج ولا ثلاثة ديال الدفعات، ومن بعد غادي نبداو نضيفو بمعلقه معلقه بمعلقه حتى كيتجمع لينا العجين ديالنا. بالنسبه للقوام ديالو فراه كيكون واحد العجين اللي خفيف وفي نفس الوقت ما كيتلصقش لينا في اليد ديالنا. وهنا غادي تشاهدوا معايا فاش كناخذ واحد الكميه من العجين كنكورها بين يديا، كتكور ليا بكل سهوله، فاش كنبقى كنخدم بها فراه كتمشي معايا وما كتلصقش في يديا نهائيا. هذا هو القوام اللي كيكون مطلوب. من بعد غادي ناخذ هذا العجين هذا اولا هذه الكميه اللي عندي غنقسمها على جوج، يعني جوج الانصاف اولا جوج ديال الكرات. كره غادي نخليها هكا، الكره الثانيه هي اللي غنضيف عليها المعلقه ديال الكاكاو اللي فايت لي ذكرت معكم في المقادير. غادي نخدم هذا الكاكاو مع هاد العجينه مزيان حتى كيدخل ليا فيها وكينسجم ليا وكيولي عندي اللون ديال الكره اسود، يعني بلون تاع الكاكاو. خديت هنايا الكاكاو المر من طبيعه الحال، كنخدمها مزيان ومن بعد كيوليو عندي جوج كرات، وحده اللي كتكون بيضاء عاديه وحده اللي كتكون كحله باللون ديال الكاكاو. انا هنايا دابا حنا غادي نصاوبو في قاس، يعني غادي نديرو منه حرابي دي بودان. هنا كل بما انني انا ما باغياش ندير في قاس اللي يجيني كبير بزاف، فراه كل كره غادي نقسمها على جوج باش هكا غادي يخرجوا عندي جوج ديال لي بودان، يعني غيكونوا عندي جوج الكرات بيضين وجوج ديال الكرات كحلين. دابا غنبداو نشكلوا الحرابل ديالنا بطريقه اللي هي بسيطه. غناخذ اول شيء كره بيضاء، يعني هاد الكره البيضاء هي اللي غادي نسرحوا الاولى وهي اللي غادي تكون في الوجه ديال الحربول ديالنا اولا ديال الفقاس. غادي نسرحها بين جوج بلاستيكات اولا بلاستيكه وحده كنطويها بالشكل كما درت انايا. هاد الكرات هادو غادي نحاولوا نسرحوهم على شكل مستطيل،
نصاوبوا لهم الشكل ديالهم، حيتاش غادي نحتاجوا نديروا وحده فوق وحده باش الفقاس ديالنا من بعد فاش يطيبوا فاش نقطعوه يجينا الشكل ديالو متول ومقاد. هنا ما غاديش نرققوهم بزاف وما غاديش نغلضوهم بزاف، غادي نحاولوا نديروا السوق ديالهم تقريبا واحد نص ديال سنتيم ولا قل بشي شويه، يعني ماشي بزاف. هانتوما حتى الى الجوانب خسروا لكم، يعني ما جاوش هكا مقادين، ما جاش المستطيل ديالنا الحواف ديالو مقادين، فراه كيمكن لكم غير تنيو العجين وتعاود ثاني تسرحوها بالمدلك، راه كتمشي معكم عادي وكتسرح وكتندمج العجين مع بعضياته، ما كيبقى ليه حتى شي حاجه، راه الطريقه راها موضحه قدامكم. غادي نوضع جانبا هذا العجين الابيض بالبلاستيكه ديالو، وغناخذ بلاستيكه واحده اخرى غنسرح فيها العجين الاسود بنفس الطريقه، نحاولوا نديرو حتى هو بشكل مستطيل يكون نفس القياس تقريبا ديال العجين الابيض، يعني وحنا كنسرحوا مره مره كنديروا فوق من العجين الابيض باش كنشوفوا اشنو هما الجوايه اللي خاصنا نزيدوا منهم اولا اللي خارجين نقصوا منهم، حيتاش هنا غادي نديروا واحد فوق واحد كما قلت لكم باش الفقاس ديالنا ملي نقطعوه يجينا الشكل ديالو متناسق ويجينا مزيان، فكنحاولوا نديروا هاد جوج المستطيلات قياس واحد. من بعد ما كنسرح هاد العجين الاسود وكنقادو حتى هو بنفس الطريقه اولا بنفس الشكل، فغناخذو وغنوضعو بالشكل اللي هو موضح قدامكم، غنوضعو فوق العجين الابيض. هنا غير باش تلصق ليا العجين مع بعضياته، فرانا كنحاول انني ندوزهم هكا بالمدلك بجوج باش كينسجم ليا العجين الاسود مع العجين الابيض، وكيشدوا ليا تيشدوا ليا يعني كما كنقولوا بحال كيتلاصقوا مع بعضياتهم مزيان. وهنايا كنبدا كرولي في هذا العجين هذا، كرولي به بالبلاستيك باش كتعاوني. الطريقه راها موضحه قدامكم، يعني راه الفيديو كان واضح مزيان، حاولت انني نبين لكم الطريقه بالنسبه حتى للمبتدئات اللي ما عمرهم صاوبوا هكا شي حاجه رولي، فراه الطريقه هي هذه بالبلاستيكه. كنبداو كرولي وكنحاولوا اننا نزيروا هذوك التنيات اولا دوك الدورات اللي كندورو باش ما كيجيناش الفراغ بين الطبقات اولا بين يعني دوك الطويات اللي كنلويو باش ما يجيناش الفراغ. لحقيتاش حنايا فاش غادي نطيبوه راحنا غنقطعوه خاص العجين يجينا ملاصق وما يكونش فراغ بيناتهم، ما يكونش داك الخوا. نتمنى يكون الشرح واضح وتكون الطريقه حتى هي واضحه ونكون وصلت لكم الفكره. من بعد ما كرو ليه كله هو، فرانا كنحاول كنديه وكنجيبو شي شويه فوق سطح العمل باش كيمشي ليا مزيان وكيشد ليا دوك التنيات كلهما كيشدوا ليا بعضياتهم وما كيبقاش عندي الفراغ. كما قلت لكم هذه مساله مهمه باش كينجح معكم هذا الفقاس هذا. غادي نرو ليه شي شويه باش كيتقاد وغنوضعو في لاطا اللي غندخل الفران. بالنسبه للاطا يا اما دهنوها شويه بالزيت يا اما تفرشوا ليها ورق الزبده ايكون احسن. وفي هذا الوقت اللي كنكون كنشكل في لي بودان ديالي رانا كنكون شاعله على الفران عافيه متوسطه، ماشي كنسخنوه بزاف ولكن كندفيوه، ما كندخلوش الفران اللي يكون بارد، يعني الفران اللي يكون دافي ماشي سخون بزاف باش ما يتفرقعش لينا ويتشقق لينا بزاف. هو راه كيتشقق ولكن الا كان الفران سخون بزاف راه كيتشقق بزاف وكيتفرقع، تيجيو هذوك شقاق من الفوق تيجيو كبارين بزاف. انا هنا غادي ندفي كما قلت لكم الفران ديالي. فاش كنبغيو ندخلو الفقاس ديالنا الفران كنحاولو نضغطو عليه واحد شويه من الفوق، غير كنسطحوه شي شويه وكندخلوه، ما كنثقبوه ما كندهنوه ما حتى شي حاجه، كندخلوه الفران بهذا الشكل هذا كما شكلنا لي بودان ديالنا. عافيه تكون مشعوله من التحت، يعني تكون العافيه من التحت ديالو عافيه اللي تكون مهيله. بالنسبه للطريقه ديال الطياب راه مهمه بزاف. هاد الفقاس هذا راه كنطيبوه مره واحده، ماشي بحال الفقاس الاخر اللي كنطيبوه نص طيبه وكنخرجوه نقطعوه ونعاودو نردوه يطيب، الا هذا كندخلوه كنطيبوه مره واحده وكنخرجوه كنقطعوه تنقدموه. هذا علاش ضروري خاصو ياخذ حقه في الطياب باش ما كيجيناش من الداخل معجن وما كيجيناش مدقس. يعني كنأكد على هاد المساله هذه بالنسبه للطياب، الطاوة تكون بعيدة يعني تجي في الوسط ديال الفران، تكون ماشي منها العافية نيشان باش ما يتشوطش ليكم او لا يتخطف وما يطيبش من الداخل. عادي نخليوه يطيب على خاطرو حتى كيبان لينا تحمر ونشف من الفوق، من بعد غنشعلو ليه من الفوق وغادي نخليوه حتى كيتحمر لينا وكنخرجوه
كنأكد بزاف على الطريقه ديال الطياب، عافيه مهيله، ما تحاولوش نهائيا تجهدوا العافيه باش ما يضيعش لكم الفقاس ديالكم، غادي تخطف وغيبقى لكم معجن من الخارج وما غادي وغادي تضيعوا فيه. هنا غادي تشوفوا معايا من بعد ما طاب ليا وخرجته من الفران، ها نتوما شوفوا كيفاش نو كيجي. خرجتو انا خليته حتى دفى ليا شي شويه غير باش ماشي لا هزيت لي بودان ديالي وهما سخانين غيتهرسوا ليا، خليتهم حتى دفاو شي شويه وغادي ندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين راه تيبقى اختياري، عندكم واحد الاختيارات اللي هي كثيره بزاف، يعني انا هنا غادي نعطيكم غير فكره واقتراح، وانتم من طبيعه الحال راكم غادي تخدموا بالموجود وغتخدموا باللي كتفضلوا. هنا كناخذ عندي جوج لي بودان، واحد غادي نزينو بالكوك وواحد غادي نزينو باللوز كونكاسي اولا مهرمش اللي كنكون حمرته. لي بودان ديالي بجوج كندهنهم انايا بالكونفيتور ديال المشماش، مخلطاه مع شويه الماء الزهر، هذا الكونفيتور اللي كنبقى ليا من الحلوه نتاع الريش بوند، راني شاركتها معكم من قبل. الناس اللي ما شافوهاش رانا غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، حتى هي راه حلوه اللي كتجي هائله بزاف. ان شاء الله اللي مهتم راه غيلقى الرابط كما قلت لكم في صندوق الوصف. كناخذ الحرابل ديالي كندهنهم مزيان بهذا الكونفيتور، هذا كما كتشاهدوا معايا كندهنهم مزيان من الفوق من الجناب كلشي، لتحت من طبيعه الحال الا، وكنبدا كنزين فيهم. هاد البودان الاولاني رانا زينته بالكوك، والبودان الثاني رانا غنزينو باللوز كونكاسي، ممكن دهنوهم حتى بالشوكولات، يعني بلا ما ديروا هاد الكونفيتور غدوبوا الشوكولات تزيدوا معاه واحد المعلقه ديال الزيت وغادي دهنوه كله، هو ترشوا عليه مثلا شوكولا فيرميسيل ولا اللي بغيتوا، ولا تخليوه غير هكاك، اولا دهنوه بالشوكولات وتزينوه بالفرشات كما كنديروا الفقاس العادي. فهادو كلهما اختيارات للتزيين ممكن انكم تزينوه بهم. ودابا غادي ندوزو باش نبداو نقطعوا الفقاس ديالنا. بالنسبه للتقطاع ضروري ما كتاخذوا موس اللي كيكون ماضي مزيان، تاخذوا موس اللي كيكون ماضي كتخليوه غير الفقاس. انا هاد الموس هذا يعني موس اللي هو عادي بسيط بزاف، تيدير تقريبا واحد جوج دراهم ولا جوج دراهم ونص، كناخذو كنوضعو جانبا كنخليه فقط كما قلت لكم غير الفقاس، كنقطع به هذا الفقاس، هذا كنقطع به الفقاس نتاع اللوز المسوس، اي نوع ديال الفقاس ما كيعذبنيش نهائيا، ما كيتهرس ليا ما والو. هنا راه كلشي واضح قدامكم في الفيديو، غتلاحظوا بانني ما قطعت من الفيديو، ما حبستو ما حتى شي حاجه، يعني الفيديو قدامكم كتشوفوا كيفاش انا كنقطع بالموس، ما كيتهرس ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه. غتشوفوا ايضا الشكل نتاع الفقاس ديالنا كيفاش نو كيجي، تيجي هائل جدا، لا في الشكل ولا حتى المذاق. كما قلت لكم راكم تابعتوا معايا في الفيديو، شفتوا المكونات وشفتوا الطريقه، راه كيتحضر بواحد السرعه كبيره، يعني انا مازال هنايا مع التصوير خدا ليا شي شويه ديال الوقت، اما هو الا ما كانش التصوير راه دغيا دغيا غادي تخلطوا العجين ديالكم وغتصاوبوا الحرابل غتدخلوهم الفران، تيجي ساهل. هاد النوع ديال الحلويات اللي كيكونوا بهذا الشكل هذا كيشجعونا اننا نوضوا نحضروهم، ولكن ما قلت لكم راه ضروري ملي غتشوفوا الفيديو هذا النهار هذا، انا متاكده بانكم غادي تشجعوا غادي تنوضوا تحضروا هذا الفقاس هذا. نبغيكم تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. هنايا حتى بالنسبه للحربول الاخر اللي زينتو باللوز كونكاسي، حتى وقطعتو بنفس الطريقه، حتى هو راه غادي تلاحظوا بانه ما كيتفرتت ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. غالبا لكم انا كنقطع بشويه فقط، كنزكي الموس على حساب يعني على حساب داك اللوز مهرمش كيبدا كيتحيد ليا من بلاصتو، ما كيبقاش لاصق مزيان، فهذا علاش كندير الموس فين يقطع. عاد باش كنهبط هبطه وحده راه كيتقطع بكل سهوله، يعني حضروه نتوما واثقين بان الفقاس ديالكم غادي يخرج هكا واحسن ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غتشاهدوا معايا النتيجه كيفاش نو دايره فقاس، راني كنأكد بانه لذيذ بزاف وتيجي هشيش، كيجي رائع في التقديم. ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. نبغيكم تشجعوني بلي لايك وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق، تبارطاجيو لاشين مع العائله والاصدقاء ديالكم، والناس اللي مازال ما اشتركوش كنبغيكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله، وصفات لي ناجحه واقتصاديه.
كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده دائما على قناه ليلى لطبخ العسل. الى اللقاء.